ان الاوقات انا يعني بقول ان لازم واحد ياخد مخاطره دلوقتي، ياخد الريسك تو جامبل، ان الواحد لازم يلعب قمار وبالذات لو المكسب فيها جاي اكتر من الخساره. حازم ما بيعملش هو ده الفرق بينه وبين ميدو في الحته دي، يعني ميدو بيروح رايح على طول، ممكن يبقى صح بس انا ببقى ليا حسابات تانيه شويه، بحس ان لسه شويه. بس هو مثلا هقول لك حاجه، يوم ما رحنا الزمالك انا كنت بفكر كتير، هو قال لي يلا وقعد يكلمني وبتاع، ورحنا الزمالك فعلا يعني قعدنا شهر تقريبا ما كملناش يعني 38 يوم. عرفتوا تشتغلوا مع بعض؟ جدا انا كنت مستمتع جدا، يعني اول ما تستمتع انت في نادي الزمالك ده في حد ذاته استمتاع غير طبيعي. لا بس انتوا تبقوا قلت يعني برضه بقول لك هو كمان بتستمتعي وانت مع صاحبك وبيشتغل الشغلانه وبتشتغلي معاه باستمتاع. اولا بص انا وميدو ما عندناش مشكله مين انا ومين هو، يعني فاهمه دي مهمه جدا في الشغل. انا ما فيش يعني يعني دي مهمه جدا يعني انا يعني مثلا غير من ميدو انه ميدو مثلا مش عارف ايه او هو يتضايق ان انا مثلا وقع، يعني فاهمه في حاجات صغيره جدا بتلاقي كوتش مع حد تاني ممكن يبقى شايل هم او محلل يعني عامه. انا بتكلم حتى عشان احنا بس كنا في الكوره مع بعض يعني، يعني مثلا انا اكبر من ميدو، في ناس يقول لي انت ازاي تقبل تبقى اسيستنت ومدير كوره وميدو يبقى مدير فني؟ لا بس دي مش حقيقه، لا انت مش اسيستنت. لا يعني كنت جهاز بس فنيا مثلا كنت مساعد، بس انا كنت رئيس الجهاز. رئيس الجهاز وميدو يعني من الناس اللي كانت تتكلم ان احنا لازم اجيب بالبوزيشن ده، ان انا وانا قلت له مش هجيب البوزيشن ده مثلا، فهو ما خدهاش ان لا انا دايما مدير كوره يبقى هو رئيس الجهاز، يعني قصدي المدير الفني يبقى هو رئيس الجهاز. لكن بقول لك الحاجات دي بينا مش فارقه، فاهم؟ حتى واحنا في التحليل مثلا في حد بيحب يعلى على حد، حد يحب يقاطع حد، انا بنبسط جدا كنا انا وميدو في التحليل بناخده مع بعض، يعني انا اديله هو يشوط هو يباص كده، فاهم؟ بنشتغل مع بعض يعني. على فكره الناس بتحس ده ألذ بكتير جدا يعني، ناس على الشاشه بتحس كيمستري. لا لما في اتنين بيبقوا شغالين مع بعض غلين على بعض الناس بتحس بيها. لما يكون اتنين غلين يعني في حتى لو جزء 1%، انما لو بس انا يعني او في ناس كتير عندها الانطباع ده انه غالبا يعني ميدو حازم امام، مش عايز اقول نقطه ضعف بالنسبه لميدو، عايز اقول خط احمر. يعني انا بحس وانا بتفرج انه الامان الكامل، انه لا يمكن هتوقع انه ينفعل مثلا وانت موجود، حتى لو اختلفت في الراي ممكن اتوقع انه ينفعل على اي حد تاني الا حازم. ده احساس يعني بيجيلنا. اقول لك مثلا